رأي في المذيعة اللي قالت حق فرح هادي وين أهلك عنك. ما أشوف إن السؤال فيه شيء يعني عادة، خصوصا إنه وايد فيديوهات بينها وبين عقيل ساعات متأخرة من الليل، وفي يعني بالظهر والظهر والصبح بكل مكان، ويعني بالمول وبالمطاعم وبالأعمال فيعني شيء كان وايد أوفر، حتى لو كان من مبدأ الصداقة، مو بهالكم بهالطريقة وتبون الناس ما تحكي. الناس تحكي طبيعي لأن الشيء صار وايد أوفر. وأعتقد كلنا عندنا أصدقاء بس ما نطلع وياهم 24 ساعة في ال 24 ساعة، وليل ونهار وصبح وظهر وبكل مكان. يمكن هم يعتقدون ان اللي يفكر بهالطريقه شخصيه متخلفه، لكن السالفه مو شخصيه متخلفه، احنا عرب لين الحين، احنا عرب، ما احنا مسيحيين، ما احنا قاعدين في امريكا، احنا عندنا حدود وعادات وتقاليد، يعني الرجل رجل والبنيه بنيه. في مشروع زواج بينكم الله يسهل عليكم، لكن اعتقد يعني الشكل العام، انا لو عندي بنت وعندها صديق، صديق يعني زميل و ما يطلع وياها الساعة 1000 بالليل. البنية سمعة من أقل شيء تنجرح ويوقف نصيبها، فما أدري. هذا تعليق على الموضوع. يمكن عقيل مو هامة لأنه هو أساسا يعني محترم، إذا هو إيراني والإيرانيين مو عرب، بس أعتقد أنهم عندهم عادات وتقاليد. واللي نعرفه إن إيران أيضا دولة محافظة ووايد يركزون على أمور الدين، فريال ومرأة 24 ساعة حتى بالمفهوم الإيراني لا ما يجوز، يعني لا عرب ماشي ولا إيران ماشي. هذا الله يصلح.